بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة 36 من البوت ستراب، وهنتكلم فيه عن حاجة اسمها الدروب داونز منيو، اللي هي يعني ازاي نعمل منيو دروب داون. تمام كده، بسرعة كده نرجع اللي احنا خدناه الفترة اللي فاتت. لو ضغطنا في 12 من لوحة المفاتيح دي كانت النتيجة بتاعة الكاردس، وعرفنا نعمل أنواع مختلفة من الكاردس لحد ما وصلنا للكارد لي اوت اخر حاجه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، وعرفنا ازاي نستخدم الكارد جروب، وازاي نستخدم الكارد ديك، وازاي نستخدم الكارد جريد بالشكل دوت، وازاي بعد كده نستخدم الكارد كولن بالشكل ده. ودي كانت هي النتيجه، وده الاستخدام اللي هو مش هسميه الامثل، لكن الاستخدام الجميل لمين؟ للكاردز. تمام كده، النهارده ان شاء الله الموضوع بتاعنا هتكلم في دروب منيو او الدروب داونز. والدروب داونز هتبقى يعني موضوع سهل ان شاء الله، بس هو عايز تركيز شويه. فهنيجي نختار فايل، ونختار نيو، ونختار اتش تي ام ال، وبعد كده نعمل كرييت، مش شرط التايتل دلوقتي. تمام كده، وبعدين هنختار البوت ستراب تمبلت اللي احنا كنا عاملينه، هنعمل كنترول واي كل الحاجات الموجوده، كنترول سي، وبعد كده نيجي في الملف الجديد بتاعنا كنترول واي وكنترول واي وكنترول وفي. تمام كده، كده نقلنا الحاجات بتاعت البوت ستراب تمبلت على الملف الجديد علشان نبدا نشتغل عليه. هنقفل الحاجات القديمه كلها وهنبتدي على ملف جديد. هنيجي في التايتلز وهنكتب التعامل مع دروب ايه داون، تعامل سوري تعامل مع الدروب داون. اوكي، دروب داون مانيو اللي هي قوائم القوائم المصدرة يعني كنترول واس واف، ونسمي ده دروب داون. دروب داون داون، اوكي تمام كده، سميناه دروب داون. هسمي واحد اتنين تلاته زي ما انت عاوز، المهم مش مشكله، خلي واحد مش لو احتاجنا جزء تاني ولا حاجه بعدين نشتغل. طيب، لو انا عملت كنترول اس وضغطت في 12 من لوحه المفاتيح عند التايتل مكتوب التعامل مع الدروب داون منيو. تمام كده، والملف يعتبر فاضي. تمام كده، بس هو دلوقتي مستخدم البوت ستراب تمبلت. اول معلومه في الدروب داون ان الدروب داون بتعتمد على مكتبه اسمها البوبر جي اس. البوبر جي اس اهي موجوده، لو انت نزلت في الحاجات اللي انت عاملها امبيدنج في البوت ستراب تمبلت هتلاقي في حاجه اسمها البوبر دوت ماين دوت جي اس، دي اللي هي بيشتغل عليها الدروب ايه الدروب داون. لو دي مش موجوده تمام كده هتبقى في مشكله، والدروب داون ما يمكن ما يشتغلش معاك. تمام كده، عشان كده احنا في البوت ستراب تمبليت عاملين امبيدنج السكريبت اللي هو خاص ب اي كويري، ادي واحده، وعاملين امبيدنج للسكريبت اللي هو او للجافا سكريبت لايبرري اللي اسمها البوبر ماين، وعاملين امبيدنج كمان للسكريبت او للجافا سكريبت لايبرري اللي اسمها بوت ستراب دوت ماين، علشان يعني تقدر تستخدم الحاجات دي بمنتهى البساطه. دي اول معلومه. المعلومه الثانيه ان الدروب داونز بتدعم حاجه اسمها الاكسسبيلتي، ومعناها ان انت ممكن تستخدم اللي هو المفتاح الاعلى والمفتاح الاسفل عشان تتنقل على العناصر بتاعت القائمه بتاعت الدروب داون، وممكن تستخدم مفتاح الاسكيب عشان تطلع بره ايه بره الدروب داون. دي معلومتين انت المفروض تاخدهم ايه في دماغك. يبقى اول معلومه البوبر جي بوبر دوت ماين دوت جي اس او مكتبه البوبر دوت جي اس ماشي كده، لازم تكون موجوده عندك في البوت ستراب تمبليت بتاعك عشان يشتغل معاك الدروب داون. تاني معلومه ان هم بيدعموا الاكسسبيلتي عن طريق لوحه المفاتيح وعن طريق الاسكيب. تمام كده، علشان تقدر انت تستخدم لوحه المفاتيح في الموضوع نفسه. تمام 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 كده، تعال نخش جوه الكونتينر بتاعنا ونبتدي نعمل الكود بتاعنا. اول حاجه هنعمل دروب داون بس طلع من بوتن، يعني كان زرار واتعمل دروب ايه دروب داون. تعال نكتب الشغل دوت. اظن يعني انا فاكر ان احنا اخدناها من فتره كده لما كنا بنعمل النفس الناف بار او النفس، مش كده كنا بنعمل فيها ايه دروب داون كتير. تمام تمام، تعال نشوف الفكره. اول حاجه هنعمل ديف ونديله كلاس، والكلاس دي هتكون تكست رايت، تكست داش رايت. اوكي، وبعد كده هنبتدي نحط باراجراف نوضح بيه اللي احنا بنعمله، وهنا في الباراجراف ده هقول له عمل دروب داون تمام منيو من زرار بوتون، يعني زرار بوتون. اوكي، وبعد كده هبتدي اخش على هنا وابتدي اعمل ديف، والديف دوت هياخد كلاس دروب داون كلاس، والكلاس هتبقى دروب
داون هي موجودة تمام كده. وبعد كده هقفل الديف بتاعي دوت، وجوه الديف بتاعي هبتدي اعمل بوتون بوتون سوري بوتون. طبعا دريم ويفر بيساعدك كتير في كتابة الكود، عشان كده هو المحرر المفضل بالنسبة لي. في ناس طبعا بتشتغل على الفيجوال ستوديو او الفيجوال ستوديو كود او اي متصفح بتاع ده محرر، كل واحد بيشتغل على الحاجة اللي بتروح. انا بيريحني جدا دريم ويفر في كتابة الكود بتاع مين؟ بتاعت الويب. تمام كده. يبقى دلوقتي الديف كلاس دروب داون، وبعد كده البوتون هنا وهنديله كلاس، والكلاس دي هتبقى بي تي ان بي تي ان. اوكي. وبعد كده في عندك كلاس تانية البي تي ان سكندري او برايمري على حسب انت عاوز، بي تي ان داش بي تي ان داش سكندري. اوكي. وبعد كده هنحط كلاس تانية، والكلاس دي هتبقى دروب داون توكن، دروب داون داش توكن اهي. اوكي. وبعد كده هنعمل التايب بتاع البوتون بتاعنا، التايب هنخليه بوتون. وبعد كده هنعمل الاي دي، ونخلي بالنا من الاي دي لانه هيستخدم في اكتر من مكان، اللي هو دروب داون منيو ايه بوتون، دروب داون منيو بوتون. اوكي تمام كده. وبعد كده هنعمل حاجه اسمها الداتا توجل، داتا داتا داش توجل توجل. معرفش دي مش معنى دي بالذات، يعني نخليها دروب داون دروب داون. اوكي. وبعد كده هنعمل حاجة تانية اللي هي الاريا هاز بوب اب بترو اريا داش هاز بوب اب هتبقى بترو. وبعد كده برضو اريا داش اكسباندد بفولس داش اكس خلي بيه بفلس. اوكي تمام كده. تمام. طيب البوتون كده هيتقفل لحد هنا. تمام. وهنكتب فيه ان احنا عاوزين نعمل الخدمات المتاحة، الخدمات المتاحة من قبل الزوايد جروب. اوكي الزوايد جروب. تمام. لو احنا بصينا كده كنترول واس واف 12 يا جماعه، هتلاقي في حاجه اسمها الدروب داون بدل تتنشي، بس ما فيهاش اي حاجه في الدنيا. عشان حاجه فين؟ في الدنيا. تمام كده. طيب تعالى نبتدي ننزل فيها اي حاجه ايتمز مثلا معينه. فاول حاجه هنيجي في دريم ويفر مره ثانيه، وهنحط ديف سوري هنحط ديف. اوكي. والديف ده هياخد كلاس دروب داون منيو، كلاس كلاس دروب داون منيو دروب داون داش منيو اهي موجوده. تمام كده. وبعد كده هياخد الاريا ليبلد باي، هنخليها بالاي دي اللي هو كان فوق الاريا داش ليبولد باي اللي هو ده الاريا ليبولد باي. ماشي كده. هتاخد نفس الاي دي اللي هو فوق هنا اللي احنا استخدمناها مع البوتون عشان يتعرفوا على بعض، كنترول سي وكنترول وفي. اوكي. اللي هي دروب داون منيو ايه بوتون. تمام. وبعد كده هنبتدي نعمل انكور، نقفل الدوب بتاعنا ونحط الروابط اللي احنا عاوزين نحطها. تمام. وادي الانكور احنا عاوزين نحطه. في الانكور دوت احنا محتاجين، او الرابط ده محتاجين ان احنا نقول له ان ده عباره عن دروب داون ايه ايتم. يبقى دي كلاس، واقول له دروب داون دروب داون داون داش اي ايتم. تمام كده. تمام. وبعد كده ندي له اتش ريف على ما فيش، اتش ريف على ما فيش اللي هي دي. وبعد كده هنكتب العنصر احنا عاوزينه، هنقفل الانكور دلوقتي. وفي الانكور هنكتب مثلا وليكن التدريب الاحترافي، تدريب الاحترافي. اوكي. تمام. تمام. طيب هناخد كذا كوبي من دوت، وبس نعدل في التايتلز اللي احنا عاوزين نحطها او الكلام اللي احنا عاوزين نحطه. هناخد ده كنترول سي نحطه هنا كنترول وفي، ونغير ديت بدل ما هو تدريب الاحتراف هيكون تصميم الابداعي.
نختص مين الإبداعي، أوكي، وناخد واحد كمان نحط كنترول في، وحد مثلا برمجة التطبيقات والمواقع. هنيجي هنا وهنكتب برمجة التطبيقات والمواقع، تطبيقات والمواقع، أوكي تمام. كنترول اس و F12 ونكتب المفاتيح، وتعالى نشوف اللي حصل ايه لو ضغطنا على ده. هنبص تلاقي عندك 3 عناصر اضافوا: التدريب الاحترافي، التصميم الابداعي، وبرمجه التطبيقات والمواقع. طيب لو انا جيت عملت كده مثلا بالاسهم، لاحظ ان انا اقدر اطلع على العناصر دي بالايه؟ بالاسهم اللي هي بتاعت تحت المفاتيح، ماشي كده؟ عشان كده هو بيدعم حاجه اسمها الاكسسبيلتي، او الوصول لمين؟ للقائمه. ولو ضغطت اسكيب هبص تلاقي الدروب داون ده انشال واتشال. ضغطت انت برضه بيفتح لك القايمه، بقدر اخش عليها بالمفاتيح اللي هو الاعلى والاسفل، واسكيب عشان اطلع من القايمه. اوكي، ده اول دروب داون عملناه احنا منين؟ من بوتن. منين؟ من بوتن. الطريقه الثانيه اللي احنا ممكن نعمل بيها الدروب داون دوت عن طريق حاجه اللي هي الانكر، اللي هو يكون اصلا لينك وانت تحوله دروب ايه داون. يبقى الطريقه الاولى نعمل دروب داون منيو من زرار، ماشي كده. تعال ناخد نفس الكود ده، وبعد عدى عليه شوية حاجات كنترول سي، وهتحط هنا كنترول وافي. بس الأول نحط أنا بفضل يعني نعمل بي ار تك، بي ار تك زي ما اتعودنا كل مرة، عشان بس نشوف العناصر نفسها عن بعضيها، ونحط كمان اتش ار تك. أوكي تمام، تعال نعمل كنترول في مرة تانية، كنترول زد مخدناش نسخ، تعال ناخدها كنترول سي، نحطها هنا أحيانا بتاع ده بيعلق بيطفشني، معلش ناخدها على بعضيها لحد هنا كنترول سي، نحطها هنا كنترول في. تمام. طيب هنا هيبقى عمل دروب داون منيو، بس مش من زرار، هتبقى من لينك. من ايه؟ من لينك. من لينك يعني هيكون ايه المره دي؟ انكر، مش شيء، مش زرار. طيب اول حاجه هنعمل الكلاس اللي هي دروب داون دي، ما فيش مشكله فيها تمام كده، بس بدل البوتون ده هنخليه ايه اللي هو انكر، ايه اللي هو الانكر، وهندي لها كلاس بي تي ان مع بي تي ان بدل سكندري، نحط احنا برايمري داش اوكي، نقولها على بعضيها بي تي ان، وبعد كده بي تي ان داش براي مش كده، برايمري تمام كده جت اهي تمام. طيب وبعد كده تبقى عندك الدروب داون توجل تمام، والتايب هنا احنا مش هتبقى تايب، دي هتبقى رول. الرول هنا هتبقى عباره عن بوتون، الرول هتبقى عباره عن بوتون، وهحط كمان اتش ريف ده رابط اتش ريف على ما فيش، اوكي، واحط له اي دي. الاي دي هيبقى عباره عن دروب داون منيو، بس بدل البوتن دي هتبقى ايه؟ لينك. دروب داون ايه؟ لينك. دروب داون ايه؟ لينك. الداتا توجل هتبقى دروب ايه؟ الداتا توجل هتبقى دروب داون، والاريا هاز بوب اب هتبقى بترو، والاريا اكسباند هتبقى فولس، والخدمات المتاحه من قبل الزوايدي الخدمات، عشان تبقى دي مختلفه شويه. اوكي تمام، وادي كنترول اي واس تمام، وبدل البوتن دي هتبقى هنا في الاي على اي تمام، كنترول اس كده الخطا اللي كان موجود ايه راح. يبقى دلوقتي انا عملت هنا بدل ما كان هو بوتن فوق عملته هنا عباره عن لينك تمام كده، وعدلت بس شويه حاجات من ضمنها الاتش ريف، ومن ضمنها الرول اللي هتبقى ايه بطل، والباقي هيبقى كله زي ما هو مع اختلاف الاي دي. هناخد الاي دي ده
كنترول سي ونحطه هنا مع الديف. هنيجي بعد كده هو نفس الكلام هيتطبق، هتبقى عندك الديف بكلاس دروب داون منيو، وبأريا ليبل دبي هتبقى دروب داون بدل منيو بوتون هتبقى منيو ايه لينك، يعني دروب داون منيو لينك. يبقى الاريا ليبل دبي دي هتبقى نفس الاي دي بتاع مين، بتاع اللينك نفسه، تمام كده. والباقي هيبقى عباره عن لينكات، هو نفس اللينكات، ان عندك هتبقى كلاس بدروب داون ايتم وبيت شريف ما فيش، وتحط فيها اللي انت ايه اللي انت عاوزه. بعد كده كنترول اس واقفل كل حاجه لحد ما اوصل لايه لهنا. تعالى كنترول اس وف 12 هتلاقي هي نفس النتيجه اللي فوق ديت، بس دي عن طريق زرار بوتون، ودي عن طريق لينك اللي هو ايه هو نفس ايه الكلام. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده ان شاء الله، وارجو ان تكونوا استفدتوا منها. اذا عجبك الفيديو اعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه اعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكلكم متشكرين، كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي رقم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.